أعلنت اليوم وزارة التربية المواليد الجديدة المشمولة بالتسجيل في مرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي 23-24، واللي راح تكون لمواليد عام 2017 لغاية 31 كانون الثاني لعام 2018. يبدو كبرنا. وبحسب بيان للوزارة، فإن آلية التسجيل تعتمد لجان الحصر الميداني الخاصة بكل مدرسة، وستكون هناك فرق جوالة لتسجيل الأطفال في المناطق التابعة لها جغرافيا بهدف تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات كل مدرسة. وفيما يخص موعد بدء السنة الدراسية الجديدة، لم يتم حتى الآن تحديد الموعد، رغم أنه لجنة التربية النيابية قالت في وقت سابق أنه موعد انطلاق العام الدراسي الجديد سيكون بداية تشرين الأول المقبل، وتم تحديد 3 أيلول المقبل موعدا لمباشرة الهيئات التربوية من المعلمين والمدرسين والإدارات المدرسية. حتى نكون بتفاصيل أكثر عن استعدادات التربية للعام الدراسي الجديد، راح يكون ويانا عبر الهاتف المتحدث باسم الوزارة كريم السيد. حياكم الله سيد كريم في برنامج على المكشوف، وعادة ما نستعين بجنابك للكثير أو للاطلاع على تفاصيل معلومات الوزارة، وأيضا عن اليوم احنا عندنا تسجيل طلبة الأول الابتدائي لعام 2017 أو مواليد عام 2017 للعام الدراسي 23-24. ممكن معلومات أكثر عن المواليد أو أعداد هؤلاء الطلبة اللي راح يكونون بالأول ابتدائي، إن كانت لديكم حتى هذه اللحظة، أو كم من المتوقع؟ مساء الخير، تحية طيبة لكم ولجمهوركم الكريم. بالفعل كما تفضلتي حضرتك بالنسبة للأعمار وكذلك الآليات والكيفيات، بالنسبة لي الاعداد التي من المتوقع ان تكون حاضره، طبعا يعني حتى اللحظه لم تكتمل الاعداد، باعتبار انه احنا الان بفتره ما قبل التسجيل او بدايه التحضيرات للتسجيل. نعم. لكن بالسنوات السابقه تقريبا بحدود مليون يعني تلميذ يسجلون بالصف الاول ابتدائي، وهذه طبعا ارقام كبيره جدا. يعني احنا سنويا عندنا السجل الاحصائي، هذا شباب بس الصوت علوا لي حالة وحركة التلاميذ والطلبة بشكل عام. نعم. لدينا طبعا ازدياد كبير بأعداد التلاميذ المسجلين، لدينا توسع كبير، لدينا بالتالي التزامات كبيرة كذلك، باعتبار أن هذه الأعداد يعني لا زالت تتنامى فيما بقيت موازنات الوزارة تقريبا كما هي. لذلك يعني نعم. كل سنة هي تحدي جديد لوزارة التربية، ازدياد جديد يقابلها على الاقل مساعي للتوسع بالنسبه للابنيه المدرسيه، للمقاعد الدراسيه، لتوفير الكتب والمستلزمات التربويه. لذلك طبعا يعني عمليات التسجيل التي تجري الان الغرض الاساسي منها هو استيعاب الاطفال الذين يعني يصلون الى هذه الاعمار لاجل تسجيلهم، لانه هناك طبعا يعني بعض للاسف يعني بعض العائلات قد تكون بعيده، قد تكون مشغوله، قد لا تهتم ربما. لذلك الوزاره تبحث اكيد عن التلميذ بهذا العمر حتى تعطيه الفرصه للانخراط طبعا بالتعليم، اضافه الى الجهود ايضا التي تبذل بالجانب الموازي. هناك لدينا مثلا حمله اطلقت من بعض المؤسسات من هيئه النزاهه وبعض المؤسسات، اللي هي حمله مسجل اللي تستهدف ايضا تسجيل الطلبه وتسجيل التلاميذ طبعا بالصف الاول الابتدائي وعدم يعني هدم فرصه التعليم. بالتالي طبعا اولا مشكورين حضراتكم لان تغطون هكذا موضوع مهم جدا يتعلق بضروره التعبئه وضروره التثقيف بهذا المجال، لانه للاسف يعني احنا ما نتحدث عن مراكز المدن، تقريبا مراكز المدن يعني فيها حراس جيد وفيها رياضه اطفال تستوعب التلاميذ حتى ما قبل المدرسه. احنا الحديث غالبا يكون عن المناطق النائيه، المناطق البعيده، المناطق التي قد تكون فيها المدارس مثلا يعني ليست قريبه من محل السكن. بالتالي هذا تحدي كبير جدا بالنسبه لوزاره التربيه، يجب ان نصل الى ابعد نقطه ممكنه، ويجب ان يسجل اي طالب يعني اي
طفل عراقي يبلغ هذا العمر حتى لا يفقد فرصة التعليم. نعم، يعني يمكن يوم أمس قرأت إحصائيات مخيفة عن الأمية بالعراق وتسرب الأطفال من المدارس نتيجة ظروف كثيرة، منها الفقر، منها بعد المدرسة، منها مشاكل كثيرة، لربما التهجير، يعني لربما نزوح بعض المناطق إلى العاصمة أو المحافظات إلى العاصمة بغداد، فكثيرة هي الأسباب. لكن تسرب الطلبة من المدارس يعني بدأ بالتزايد، وأيضا هناك زيادة بأعداد نسب الأمية. إن كانت لديكم إحصائيات بشأن تسرب الطلبة وأيضا الأمية. يعني هذه الإحصائيات بصراحة التي تطلق بين فترة وأخرى، أولا نحن يعني العراق لا يملك تعداد للسكان، لا ربما لا هي تقريبية، لا 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 أبدا، الجهة المعنية والمخولة الوحيدة. نعم. يعني تخيلي إحنا وزارة التربية ليست أو لا نطلق إحصائيات، لأن الإحصائيات هي فقط لدى وزارة التخطيط. طيب بالنسبة لمحو الأمية بالعكس، إحنا الآن بالمرحلة الأفضل تقريبا، يعني باعتبار أنه يعني درجات أو نسب المحو الأمية لو قارناها بخط بياني قياسا بالسنوات السابقة اللي كانت طبعا بها عمليات تحرير وكان بها حركة نزوح وكان كثير من الناس فقدوا فرصتهم بالتعلم وتقدمت بهم الأعمار وبالتالي حسبوا طبعا على الأمية، بدأوا الآن يستقرون ويستعيدون وضعهم الطبيعي وينخرطون ضمن المؤسسات التعليمية وضمن مراكز محو الأمية. أيضا بالنسبة للطالب المتسربين كذلك، يعني احنا نتحدث عن ارقام اذا ما لاحظناها بيانيا، هي العبره بالمناسبه وزاره التربيه وزاره مجتمعيه. نعم. تتاثر باي حدث اجتماعي، تتاثر بحاله الحرب، تتاثر بالاحتجاجات السياسيه، تتاثر بالحاله الصحيه، تتاثر باي شيء. بالتالي السنوات السابقه التي مر بها العراق، يعني احنا كان عندنا تحديات كبيره بمحافظه، يعني بمحافظه كامله. نعم. محافظه لا تتوفر بها يعني مؤسسة تربوية ولا تتصل، بالتالي فتحنا ممثليات في إقليم كردستان في دهوك وسليمانية وأربيل لاستيعاب النازحين. هذا اللي ما يعني اللي مهتم بالتعليم واللي يناضل من أجل التعليم بقي مستمرا، لكن اللي عنده ظرف خاص، اللي عنده وضع خاص، هذا يحصى ضمن المتسربين أو يحصى ضمن الأميين مثلا إذا ما تقدم به العمر. بالتالي إحنا الآن بدنا نستقر، الآن يمكن القراءة والآن يمكن أن نقيس النسب بشكل سليم وبشكل صحيح، لأنه بالنهاية يعني الارتفاع بالنسب يجب أن تقابل برامج. لا يمكن الحديث عن نسب مثلا وإحنا لا نملك برامج. إحنا محتاجين بصراحة اليوم يعني ومع بداية الاستقرار إلى أن تكون هناك زياده في ميزانيه وزاره التربيه، حملات كبيره لاجل بناء مدارس، وايضا التوسع. طيب. في الوصول الى ابعد نقطه ممكنه للاستيعاب، يعني استيعاب هذه الناس اولا والتقليل. طيب سيد كريم، تحدثت عن وجود ابنيه مدرسيه جديده، كم هي الاعداد اللي راح تدخل الى الخدمه مع بدايه العام الدراسي الجديد؟ يعني احنا بصراحة عندنا مسارين بالعمل بالنسبة للبنية المدرسية. المسار الأول اللي هو المشاريع التي تنفذها الوزارة، وهو طبعا مشروع الوزارة رقم واحد هذا الذي كان متوقفا. نعم. وعاد به، يعني عاد العمل به هذه، يعني الآن عاد في هذا العام عاد العمل به. طبعا هو من 2013 توقف وتلكأ وكانت هناك طبعا قرارات قانونية وجلست مجلس الوزراء ما قبل، يعني هذه كانت فيها اشارات واضحه الى مشروع الوزاره مع الوزير ومع استلام الوزاره الجديده، فعل مشروع الوزاره رقم واحد وبالتالي دارت عجله البناء بالنسبه لوزاره التربيه. وان كان يعني هذا المشروع مو كبير، لكن بصراحه احنا معولين بشكل كبير على مشاريع المحافظات وعلى مشاريع او مدارس العقد الصيني. احنا بالاشهر الاخيره السبعه والثمانيه الاخيره دخلت لنا الى الخدمه بحدود يعني اكثر من 450، من 450 الى 500 مدرسه، يعني كاجمالي كسقف اعلى اذا ما حسبنا طبعا بعض المدارس اللي بالتشطيبات الاخيره او نسب يعني انجاز متقدمه، على امل ان يعني يكون عندنا بنهايه العام 1000 مدرسه. كل مدرسه يعني هي تحل مشكله، كل مدرسه تحل يعني زحمه كبيره في منطقه او في حي
يعني هناك مدارس مزدوجه، هناك مدارس ثلاثيه، يعني في وزاره التربيه هناك متعة وهناك جهد حقيقي لاجل وضع يعني حلول حقيقيه. الاهم من هذا انه مكتب يعني مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر يهتم بجانب المدرسية. طيب حتى ننهي العمل بمبدا الدوام الثنائي والثلاثي ونسيطر على انه تكون هناك ابنيه مدرسيه جيده وبنى تحتيه جيده، كم نحتاج من الوقت برايك؟ احنا محتاجين على مستوى العدد كمؤسسات تربويه محتاجين اكثر من 8000 الى 9000 مدرسه. نعم. هذه هي حاجتنا اللي بتخلينا على الاقل نكتفي، يعني احنا الان وصلنا الى من 26 الى 27 الف اداره مدرسيه، بعضها متزوجه، عندنا مدارس التعليم المهني معظمها عائله ومتهالكه، نحتاج مراكز لمحو الاميه جديده مع طبعا هذه التوجهات، نحتاج الى حتى ابنيه للكليه التربويه المفتوحه، للمعاهد، هذه كلها مؤسسات تربويه وتحتاج، بل نحتاج الى ابنيه للاقسام والمديريات. يعني احنا في بعض المحافظات عندنا قسم تربيه وقاعدين هم مدرسه، او قسم تربيه وقاعدين هم مكان، بصراحه يعني كلش تعبان. نعم. وزاره التربيه للاسف يعني تراكمت عليها المشاكل ومرت عليها المشاكل والتراكمات لفترات طويله، وبالتالي هناك توسع وزياده الاعداد او مستوى السكان. نعم. لا يقابله، يعني احنا عجله البناء توقفت كما اخبرتكم لسنوات طويله خلال الحرب وخلال عمليات التحرير، لم تكن هناك اي عجله اي 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 عمليات بناء، وبالتالي هناك تراكم. لكن الان هناك اراده، الان بدا العراق يستقر، بدا العراق يبحث عن حلول حقيقيه لملف التعليم، وهذا شيء جيد يعني. نعم. طيب استاذ كريم، نرحب بك مره ثانيه. يعني التحديات معروفه بالنسبه لوزاره التربيه بصوره عامه. راح نشوف هالسنة مثلا موضوع المناهج الدراسية والكتب المدرسية متوفرة بالنسبة للطلاب اللي راح يلتحقون بالدوام، خصوصا يعني المراحل الأولى. يعني بالنسبة للمستلزمات الدراسية والمدرسية ومن ضمنها الكتب، أيضا وزارة التربية بدأت منذ فترة، وكما أعلننا عبر بيان رسمي أنه بدأت وزارة التربية بطباعة الكتب، واستلمنا عدد لا بأس به من العناوين، واستلمنا بحدود يعني حتى بعض المطابع بدأت تسلم. هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص، هناك يعني كان احنا كل سنة تصير عندنا مشكلة بوصول التخصيصات والتمويل. الموازنة ايضا في هذا العام يعني اقرت قبل اسبوع او اسبوعين، يعني وصلت الى الوزارات، هي طبعا ليست يعني العائق الاكبر، لكن هذه تعرف لما تتجمع تكون عوائق. صحيح. بالتالي الوزاره بدات فعليا الان بالطباعه، ومن الممكن ان تصل دفعات، يعني الان احنا صار في ايدينا الان مناهج مطبوعه. يعني تعرف استاذ كريم، المشكله المناهج المطبوعه يعني دائما دا يصير من عندها تغيير، دا يصير فيها تغيير، يعني بالمدارس دا يقولون لهم للطلاب انه هذا ملغي من قبل الوزاره، هذا الفصل معروف بفلان صفحه ملغي. صحيح. يعني فاحنا ليش من نطبع ما نحدث هاي القصه، انه خلص نطبع مال هالسنه ويكون اللي ملغي اللغه. يعني هذا يعيدنا الى ذات النقطه اللي اشرت اليها قبل قليل، وهي نقطه يعني الاستقرار ونقطة وضع الرؤى لسنوات طويلة. وزارة التربية هي تقريبا واحدة من الوزارات التي تعمل بالفكر أو بالرؤى الاستراتيجية، يعني ما تخطط إليه أنت الآن أو ما تفكر فيه الآن ممكن أن يكون خطة بعيدة الأمد وبالتالي تنفذ. قد تعاد يعني هذه المواد. نعم. قد يعاد يعني دراستها هذه المواد مرة ثانية، يعني مو ملغاة بشكل عام. المناهج هي المديريه المتخصصه وهي المديريه التي يعني تاخذ على عاتقها، طبعا بها اساتذه يعني اكباء وبها عقول من المؤلفين، لكن تعرف جنابك انه في فتره من الفترات مثلا كان هناك تقليل، كان هناك تكييف في المناهج. البعض ربما يشتكي من بعض المناهج، وبالتالي يعني صار الى اعاده النظر فيها. هناك ايضا حذوفات وغيرها، هذه يعني اصبحت حاله تقريبا بالسنوات السابقه شبه يعني شبه طبيعيه. لكن الان وزاره التربيه بصراحه تبحث عن استقرار، تبحث عن
احنا بالعام القادم من الممكن يكون عندنا تقليص بالمواد العلميه، يعني راح يكون مراجعه للمواد المكرره بالنسبه لجميع المراحل، يعني اي تقريبا يعني متناثره على بعض يعني المراحل بين الابتدائي والثانوي. لكن هي يعني تقريبا طفيفه بنسبه 17%. هذه الحذوفات او هذه المراجعات يعني الغرض الاساسي لها ترشيق المنهج بما يعني يعطي البعد الاكبر من الماده العلميه، بعيدا عن الاعاده او بعيدا عن وهذا طبعا بالمناسبه حتى يعمل لنا مشاكل على مستوى الامتحانات. وقبل ايام يعني كان هناك صحيح. ايضا كلام او حديث عن احد الفروع كان في صحيح. اسئله المتميزين او المتفوقين وصار عندنا الحديث، لذلك بصراحه الاداره اليوم تبحث عن الاستقرار، تبحث عن يعني ترتيب. هو هذا اللي يعاني منه الحقيقه الطالب والاهل لما يشوفون. وعلى فكره هذه ملاحظه ضروريه ايضا يجب ان تقال في هذا الصدد، انه مناهجنا على مستوى اللغه الانجليزيه والرياضيات على مستوى يعني بعض المواد العلميه الان اصبحت ضمن الغطاء الدولي يعني من الجهات المعتبره الدوليه، يعني حتى بعد ممكن نتحدث عن المناهج بالنسبه للحذوفات او غيرها. طيب. انما لدينا الان تواصل مع الجهات الدوليه نعم، وهذا مهم حتى نبقى في يعني تسلسل عالمي بتصنيف عالمي. طيب استاذ كريم، ما نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي، ما اعرف احنا نريد نتاكد من عندك مدى صحته او لا، قرار وزاره التربيه بالنسبه لطلبه السادس الراسبين في العام الدراسي للعام الحالي 22-23 يتم شمولهم بالخيارات الاتيه. هذا اللي منشور، الطلبه الراسبون بدرس او درسين يتم شمولهم بنظام المحاولات، اعتبار العام الدراسي الحالي سنه عدم رسوب وتحويلهم الى الفرع العلمي. هذا منشور موجود في وسائل، فمدى صحته؟ هذا طبعا كان بناء على مقررات المجلس الوزاري اللي رقم 8 طبعا لسنه 2021. يعني هذه القرارات اللي حضرتك الان تحدثت عنها لم تتخذ في هذا العام، انما اتخذت في العام 2021 لسبب. السبب هو لاعاده العمل بنظام العلمي والادبي. يعني سابقا احنا نعمل بنظام العلم والادبي، لاحق بعدين كان يعني تفرع عندنا الفرع العلمي الى الاحياء والتطبيقي، ولذلك في 2021 عادت الوزاره بتلغي الاحياء والتطبيقي وتقوم طبعا بالعوده الى الفرع العلمي. ولذلك اخر دفعه خليني اقول لك هذه النقطه، تفضل. اخر دفعه للاحياء والتطبيقي هي هذه الدفعه الان التي امتحنت الدور الاول وستمتحن الدور الثاني، وبالتالي قدرت الوزاره انه هؤلاء الطلبه الذين سيكونون اخر دفعه، وبالتالي اذا عادوا يعيدون عفوا بالفرع العلمي. نعم. او يحملون المواد، وبذلك اعطيت لهم هذه الخيارات. طيب يعني السنه الجايه السادس اعدادي ادبي وعلمي فقط، ماكو احيائي؟ لا ادبي وعلمي فقط. طيب اذا خلينا ناكد انه هذه القرارات من 21 وهي ساريه لحد الان، انه الطلبه الراسبين يدرسون بدرس او بدرسين يتم شمولهم بنظام المحاولات. نعم. نعم. واعتبار العام الدراسي الحالي سنه عدم رسوب، اكو قرار بهالموضوع؟ بالنسبه للسنه الاولى، لطلبه السنه الاولى. طيب. نعم. احنا هذا طبعا بالمناسبه هذا كان منشور توضيحي انا يعني نشرته وتناولته كل وسائل الاعلام. نعم. يعني كلام يعني هذا الكلام اللي تحدث عنه الان انت بالنص بناء على المقررات التي قمنا بنقلها وتذكير الطلبه بها. نعم اي بس هي بالنهايه هي قرارات يعني الناس تحب تعرف انه هي كانت صحيحه او لا. اذا احنا نشكرك المتحدث باسم وزاره التربيه كريم السيد، شرفتنا بوجودك.